بيتمنى حذفه عشان يرتاح ضميره. اتعرف على الدور الوحيد والساخن اللي ندم عليه عادل إمام خلال مشواره الفني. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا في فيديو جديد في قناتكم قناة ترند، قناة الأخبار العاجلة والمنوعات. ولو الفيديو عجبكم ياريت تدعمونا بلايك وشير وتفعلوا جرس التنبيهات، واللي بيشوفنا لأول مرة ياريت تشترك في القناة حتى يصلكم منا كل جديد. في 17 مايو 1940 اتولد الفنان عادل إمام، وهو أحد أبرز وأقوى عمالقة السينما المصرية. اسمه الكامل عادل محمد إمام محمد. اتولد الزعيم في قرية شها مركز المنصورة بمحافظة دقهلية، وانتقل إلى حي السيدة زينب وهو صغير، حيث كان أبوه بيشتغل موظف بأحد المصانع الحكومية، وعاش عادل إمام طفولته والصبا هناك. وبعد كده حصل على بكالوريوس الزراعة في جامعة القاهرة. والزعيم متزوج من الدكتورة هالة شلقاني، وعنده 3 أولاد: رامي خريج الجامعة الأمريكية، وهو أيضا مخرج وموسيقي، والممثل محمد إمام، وبنته الوحيدة سارة. وعادل إمام كانت التمثيل كان هواية عنده، كانت هوايته المفضلة في مرحلة الدراسة. وشارك في عروض الفرق الجامعية، والتحق بفرقة التلفزيون المسرحية عام 1962 وهو كان لسه طالب بالجامعة. والأدوار بتاعته كان سايحة أدوار صغيرة، وكان هو بيحب الأدوار الكوميدية، عشان كده هو لفت الأنظار لموهبته. وقدم بعد كده مسرحية أنا وهو وهي عام 1962 في دور دسوقي أفندي وكيل المحامي، ثم اشترك في مسرحية النصابين عام 1966 على مسرح الحكيم، ومسرحية البيجامة الحمراء عام 1967. ثم قدم بعد كده مسرحية مدرسة المشاغبين، ومدرسة المشاغبين دي استمر عرضها من عام 1971 لحد 1975، وكانت مسرحية مدرسة المشاغبين دي بتعتبر انطلاقته الحقيقية كنجم مسرحي. بعد كده مسرحية شاهد ما شافش حاجة، واستمر عرضها 7 سنين. والواد سيد الشغال سنة 1985، واستمرت لحد سنة 1993. ومسرحية بودي جارد، واسندت له أدوار البطولة ابتداء من عام 1972، وأصبح النجم الأول للتلفزيون عندما قدم مسلسلات دموع في عيون واقعة وأحلام الفتى الطائر. وعلى مستوى السينما ظهرت موهبته الحقيقية اللي بشرت بظهور نجم كوميدي كبير خلال مشاركته الفنان أحمد مظهر بطولة فيلم لصوص لكن ظرفاء عام 1968، حيث قدم أوراق اعتماده كنجم واعد في عالم الكوميديا. لكن مرحلة ما بعد النكسة 1967 إلى 1972 عطلته قليلا لتولي مهمة النجم الأوحد في ظل الأجواء السياسية والفنية المضطربة، فكان بيشغل الأدوار الثانية، وكان له حضور ملفت إلى أن جاء دور الحاسم في فيلم البحث عن فضيحة عام 1973 مع ميرفت أمين وسمير صبري، وكوكبة من قمم الفن في ذلك الوقت. شارك معظمهم كضيوف شرف. أثبت عادل إمام أنه ودع الأدوار المساعدة ويستعد للنجومية المطلقة، وساعد على ذلك انتصار أكتوبر في نفس العام وحالة الانتعاش النفسي للمخرجين والكتاب. ومنذ منتصف السبعينات تصدر عادل إمام البطولة إلى اليوم،
وبعد انقطاع لفترة طويلة عن الدراما التلفزيونية تصل إلى 32 عام، عاد بثمانية أعمال تلفزيونية عرضت في شهر رمضان في 8 سنوات. 8 سنوات طبعا كانوا ورا بعضهم متتالين ورا بعض، بداية من سنة 2012 بمسلسل فرقة ناجي عطلة، ومسلسل العراف عام 2013، وبعد كده مسلسل صاحب السعادة 2014، ثم مسلسل أستاذ ورئيس قسم 2015، فمسلسل مأمونة شركاه في عام 2016، ومسلسل عفاريت عدلي علام 2017، ومسلسل عوالم خفية 2018، وأخيرا مسلسل فالنتينو في رمضان 2019. ويعتبر عادل إمام هو أطول النجوم عمرا من حيث تواجده على الشاشة، خاصة في ساحة النجومية. استطاع أن يغير جلده الفني أكثر من مرة، وأن يظل على عرش النجومية أكثر من 40 سنة، سواء في المسرح أو السينما، ومؤخرا التلفزيون اللي عاد ليه بقوة في الثمان سنوات الأخيرة. وقدم عادل إمام حوالي 200 عمل بين السينما والمسرح والدراما، ولم يندم إلا على فيلم واحد بس. ففي أكثر من حوار صحفي قال الفنان عادل إمام إنه نادم على دوره في فيلم سيد درويش، اللي قدم فيه دور صبي العلمة مع كرم مطاوع، موضحا إنه بيتمنى لو عاد به الزمن تاني للخلف حتى لا يقوم بعمل هذا الدور الذي يراه سقطة في تاريخه. وفي النهاية يا ريت تدعمونا بلايك وشير، وتفعلوا جرس التنبيهات، وتشتركوا في القناة حتى يأتيكم منا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.